شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان صوت غزة من القاهرة، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة. وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة أن هذه الفعالية تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي له مواقف مشرفة إزاء ما يحدث في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.